خلود العباسي البالغة من العمر 14 عاماً، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها حققت العديد من الإنجازات. فقد حصلت خلود على الجائزة الفخرية كأفضل قصة نجاح سعودية لعام 2016، وتم تكريمها في ملتقى سعوديات جدة. كما تفردت خلود بحصولها على لقب أفضل مخترعة على مستوى العالم بعد اختراع الاسكوتر الذكي خادم البيئة، وبراءة اختراع وطنية ودولية لاختراع وسيلة نقل طائرة تنتج الأكسجين وتستخدم للحج، بالإضافة إلى العديد من الجوائز، ومن أبرزها جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك التي استلمتها من الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد في حفل أقيم في أبوظبي.